الساخن والاكل البارد جدا فيه مشكله، لكن الشاي من مضادات الاكسده العظيم. الشاي والقهوه مضاد اكسده، الشاي والقهوه مضاد اكسده وصحي ونافع. لكن تاكل اكل ساخن جدا هيعمل لك التهاب في المعده، هيعمل لك تقرحات في اللسان، هيعمل لك التهاب في المريء. فده طريقه التعامل مع الطعام. لكن الشاي صحي. وماذا عن القهوة؟ هل هي بريئة بالفعل من السرطان؟ القهوة أفضل مانع سرطان في التاريخ. القهوة أفضل مانع سرطان في التاريخ. القهوة بتقلل فرصة حدوث الذبحة الصدرية. القهوة بتقلل فرصة حدوث سرطان الكبد وسرطان القولون. بتقلل الألزهايمر. بتحسن الالتهاب الطرفي للأعصاب. بتحسن التركيز والذكاء لدى البالغين. اذا القهوه مفيده. مين ما شربش قهوه؟ اللي عنده قرحه معده، اللي عنده ارتجاع مريء، اللي عنده اضطراب في النوم، اللي عنده اضطراب في ضربات القلب، مش اللي عنده ضغط، اللي عنده اضطراب في ضربات القلب، دول بس اللي ما شربوش قهوه. لكن فيما عدا ذلك القهوه مفيده. تمام. حد بيسألني برضو بيتكلم عن الأكلات الحراقة، هل بالفعل تسبب في الإصابة بارتجاع المريء؟ احنا ما جبناش سيرة الأكل الحراقة. الأكل الحراقة هيعمل التهاب في المريء، مش هيعمل ارتجاع في المريء، هيعمل التهاب في المريء. تمام. برضو الأكلات الشعبية زي الفول والطعمية، هل هي بالفعل تؤدي إلى عسر الهضم؟ الفول صحي تماما ومفيش حاجة اسمها عسر هضم. الطعمية مقليات وأنا بحبها الحقيقة، يعني طبعا اكل لطيف، ما اقدرش اقول لك ما تاكلوش الحقيقه. تمام. حد بيسال برضه، طب ازاي ممكن نتعامل مع عسر الهضم؟ ما هو عسر الهضم؟ ما فيش حاجه اسمها عسر هضم. اللي عندك ده انت بتشعر بامتلاء، مشاكلك هي مشاكل الامتلاء. اما اذا كنت مريض ده حاجه تانية، المرض حاجه والامتلاء والشبع ده حاجه تانية.